ما فتي وخلصتي. طيب وبعدين؟ ما بعرف يا نور، عن جد ما بعرف. زعلانة عليه؟ طبعا زعلانة، أنا مالي شريرة، أنت بتعرفيني يا نور. مو بس أنا بعرفك، كلنا بنعرف قديش قلبك طيب، بس بصراحة أنا استغربت كيف طاوعك قلبك تعملي فيه هيك. لك يا نور، جو كان أملي الأخير لرجع الفيلا ومصرياتي بالبنك وعلاقاتي، وملاقيه مضيع كل شيء. عيدو، بس في شيء كتير مهم لسه ما ضاع، شبكي ولا رح يضيع. شو هو؟ فنك، صوتك، موهبتك، معجبينك، رصيدك الفني، جمهورك، هذا كله ما ضاع وما حدا ممكن يضيعه عليكي. ميدو، جو مو هو سبب نجاحك ولا هو وصلك لفوق، صوتك وموهبتك هن اللي وصلوكي، يعني راس مالك بايدك، بتقدري تبدي من جديد وترجعي توقفي على رجليكي. عن جد عم تحكي نور؟ طبعا عن جد، وانا جنبك وكل الصبايا معك. انا ما بعرف شو ممكن كنت اعمل من دونكم، الله يخلي لي اياكم ولا يحرمني منكم. وبهالمناسبة عزمتك انت والصبايا على الغدا برا، يلا حخبر الصبايا وانت جهزي حالك. نور؟ ايه حبيبتي؟ قولتك رح اقدر؟ طبعا رح تقدري، وانا رح اذكرك لوين رح تصلي، وقولي نور قالت. نور؟ انت شبكي؟ انا؟ ماشي بني الشي. لا بس حاسستك هيك مو على بعضك. لا لا ما في شي حبيبتي، طمني، يلا جازي حالك. وهذا كل شي اللي صار معي. باختصار أنا كنت ضحية، ضحية مؤامرة نفذها مدير أعمالي بالتعاون مع زميلة إلي بالوسط، طبعا ما رح أذكر اسمها. وهلأ مين عنده أسئلة؟ محمود زملكا من مجلة أخبار الفن. تفضل. فنانتنا دادو الكبيرة قدرا وفنا، كيف تنظرين إلى المستقبل؟ أنا متفائلة كتير، وبوعد جمهوري إني رح أرجع وقف على رجلي وانطلق انطلاقة جديدة بقوة وبثبات. محمود زملكا مراسل قناة أخبار عربين أرضي وفضائي ومشفر. تفضل. يا ريت تعطينا فكرة عن مشاريعك الجديدة. عم حضر هلأ لإطلاق أغنية سينجل ومطلع بيقول ليش تجو عملت هيك، يبعت لك حمى بعينيك، وطبعا كلمات من تأليفي. الله Thank you. شو هذا محمود زملكا؟ ما ترك دور لحدا يحكي، سألي لك يا شي سؤال. على فكرة تزاولت منه كتير. مين بيحب يسأل سؤال؟ محمود زملكا مراسل إذاعة. زملكا يعني بعد إذنك ممكن تخلي دور لحدا؟ أنا آسف يعني ست، تفضلي. بعد إذنك يعني أنسي دادو، سمعنا أنه في شركة إنتاج كتير ضخمة وكتير كبيرة عم تتفاوض معك لإنتاج ألبوم جديد، ما مدى صحة هذا الكلام؟ الحقيقة في شركات إنتاج كتير عم تحوم حوالي، وأنا عم بدرس العروض ولسه ما استقرت على شركة معينة. شكرا. محمود زملكا مراسل قناة صبايا اف ام. أنسي دادو تأكدي انه صحافي ولا لا؟ مو تارك محطة ولا تارك راديو ولا تارك.